السلام عليكم. بغيت تعطينا فكره على شي مشروع تزويد اربع دواوير بالماء، هادشي اللي سمعنا واللي غادي تشلون في العام الواحد شويه دابا. بغيناك تعطينا فكره على هذا المشروع وفكره على المساعده اللي عطاها السيد العامل وعلى فعلا وعلى هذا المهرجان اللي تقام هنا في تاكنغول. نعم، بمناسبه الاعياد الوطنيه، عيد الشباب وعيد ثورة الملك والشعب، جماعة تافنغول تحتفل بمهرجان الدورة الرابعة، وبهذه المناسبة مهرجان غادي يدير واحد التشين ديال أربعة دواور ديال الماء صالح للشرب، هما ثلاثة في إطار الجماعة القروية وواحد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذه المبادرة درنا واحد المبادرة واحد 200 امرأة أرملة غادي نفرقوا عليها واحد الإعانة. يعني بسيطة، نظرا لمهرجان بغينا الناس يحسوا بأنه ماشي مهرجان جنة فيها ثقافة وفن ورياضة بل اجتماعي، هذا هو اللي جعلنا حتى درنا هاد المناسبة هذه. وفي إطار هاد الإعانات اقترحنا واحد 113 نظارة ديال طبية لفائدة الناس اللي معوزين اللي كاين في الجبل، اللي جا درنا معاهم واحد حملة طبية اللي استفدوا منها واحد 600 واحد وفيهم واحد 113 ديال النظاره. وهذا الشيء اللي هو البرنامج، وحنا ان شاء الله البرنامج راه جاي واحد 3 ايام ديال المهرجان. نعم، من اليوم الاول ديال المهرجان. اليوم الاول 3 ايام، اليوم الاول ديال المهرجان هو النهار 19/20/21. والمهرجان ان شاء الله راه غادي يعرف واحد الانشطه ثقافيه رياضيه فنيه. في وهذا كيجعلنا باش نقربوا للمواطنين ديال الجبل. تعطينا فكره على الفنانين او الفرق اللي غادي يجوا؟ لا ما عنديش، لان مدير المهرجان هو اللي مكلف الفنانين. نعم، شكرا بزاف. شكرا لك.